السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخوتي، كي دايرين؟ كي دايرين مع الصحه؟ جيت العين دياب نضحك مع الناس ونشد مع الناس، وفي نفس الوقت خاصني نتشل المعريض. ها هي غنقول لكم واحد الحاجه، غندخل غنشطح وغنلعب شي لعبه، غير هي حيت الكوبي رايت. سلام اختي، غير هي حيت الكوبي رايت غادي ندير. المهم بغيت نقول لكم انا لعبت واحد اللعبه، داروا لي المستعجلات حط فيها القلب، واللعبه كتدير اللعبه كتقلب بحال ديك هيمايا هيمالايا لا، ولا اللي كانت عندنا في عين دياب، اللي كانت عندنا في بارك ديال ياسمينه. عرفتي راه طحت ليه وطاح التليفون، وانتم غتبقى هاد اللقطه هادي غير هادشي اللي غتلقاو فيه الصوت، والشي الاخر حيت الكوبيرايت غادي نديرو الموسيقى اللي هي ماشي ديال الكوبيرايت، ولا ما كتبش عاوتاني جايباكم. السلام عليكم، الله ينصركم. جايباكم لواحد البلايص، انا كندخل شي قنات، سير واخا الا كنتي نتايم غير كندخل شي قنات اللي ما يقدر يدخل لهم حتى شي واحد، باش نعطيكم من قلب الحادث. انا في سيدهم عبد الرحمن بالضبط، واخا تنخسر معاكم بزاف د الحوايج، ولكن الدنيا هانيه كوم ناري ما كيسمعوش. المهم انا ندور لكم سيدي عبد الرحمن اللي كيصوفوا فيه الخدامة، الله يعاونهم، وسيدنا غيردو هكا كيدير، وغنوريكم كيفاش غادي يولي في البوسطيرة. شوف واحد السيد طلبت منه المسامحة، كنت عايرتو ديك المرة، ودابا هنايا هو يقول لي، هو يقول لي انت يا عايرتيني. قلت له من بعد من عايرتك ومال دابا شنو غادي دير؟ انا كاع عايرتك اش غادي دير؟ لا هادي ما شنين معايا ني جيت ديك المره فاش بغيت نصور عبد الرحمن، حيت انا ما كنقول سيدي سيدي وسيدكم رسول الله عليه الصلاه والسلام خاتم الانبياء، سمعتيني؟ ساعه مسكين قال لي راه ما شفتكش، انا شافوك بنات خوتي هما اللي قالوا لي رانا عيما طلعت عليك ساعه صدق الناس، غيكون واغي والد قدي. وانا قلت لي سمح لي، اما كون بغا يدير معايا العنصري غنحيد معاه سبرديلتي وتشاير انا وياه، حيت انا ما كنخافش كنحترم. وما عليناش، هذا ماشي هو الموضوع ديالنا، الموضوع ديالنا غنمشي عند الشيخات. كتسناو فيا ما عرفتش شنو غادي نقول. انا بعدا فرحتوني وتعاملتو ليا مع الفيديو ديالي. السلام عليكم. سلام عمو، الله يحفظك يا عمو، بخير الحمد لله. انا تحت من القنطره الشعايه يا سيدي عبد الرحمن، غا هو الما كي غادي ندير باش ندوز باش نشقل لبعض الشيخات، يلا بقاو معايا. شوفوا من هنايا كي كيبان، شوفوا من هنايا كي كيبان، دايم الله سبحانه وتعالى، دايم الله مع القنطار. مياه هما غادي يبداو، ويلا هي غتصورنا، ويلا 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 ويلا. الخير 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 الخير. على غفلة وما قريت حسابه، ما قريت حسابه، ولي صابني وكان على غفلة. لاباس لالا، كي دايرة حبيبة؟ لاباس لاباس الحمد لله. على غفلة وعلى غفلة، السلام اختي تحت لك الايام. على غفلة وما قريت حس اختي، فين هما الشيخات اللي كانوا خدامين هنا اختي؟ شتي راه سولتك زعما، راه طافية طافية ما تخافيش. Okay.
عمي زيناتكم دراري يلا بيا نعبدوا واحد سميتكم عبدوا متشرفين وانت نيبة 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 يلا سيروا على الله هيا تعي السكر وظنوا مين ولديك فينا وسفوا كي جيتكم صحابكم ما كنعرفش نغني ايوا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يعاونك اخويا سلام سمعتوني الله يحفظك ايوا لا اله الا الله بنادم هو اللي ينشط يخلق السعادة فين هيا انا عمل بدوي يا بابا يا بابا يا بابا وحبيبي ولفو قلبي احترام 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 خليه وخليه لا اسمح لي اكثر غني لي لا غتكوني عندك تصورين يا ايوا كي جيتكم شيخه ولا ماشي شيخ ولا
ديري لاباس. كي ديري لاباس عليكم؟ ابنتو ابنتو معايا شغلي صافي. حيت انا دايره الله يكمل لكم واطار لي زامي. قول لهم قول لهم السلام عباد الله. سلام الله ينصركم الله يعطيكم النجاح. صامي ايوا زعما انا ما طلعتوش هاد الفيديو في الطونس. سلام اخويا تحياتي. انا ما طلعتوش هاد الفيديو في الطوندونس غنمشي الموت. لا اله الا الله وليت شيخ شي. انا محبوبه في الممشي الله يحفظك. شنو هو موتور يا عباد الله؟ فينا مشيت عزيزة على عباد الله أنا. الله ينصر أي واحد. وجيو خلقوها، أنا نقلب لكم الكاميرا، جيو خلقوها في عين ديالي. جيت غنيت مع الناس صراحة في الشكاية. علاش ما جبتيش المدام؟ علاش مشيتش؟ علاش ديك الساعة ديك المدام؟ الله وليك سينا عين. الله ينصرك. عين وحده بنت بدينا بنت ربنا. الله يحفظك. الله وليك سينا عين. الله ينصرك. سيد فاجي ليا مع الابلاك. الله يخليك. الله يحفظك. ايوا لا اله الا الله. سيدنا محمد رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام وخير لك تقال باع الوقت. الله يعطيك النجاح. مطوري خاصني طاكسي باش نوصل له. الشعلة هاد العذاب ما بغيتش نبين لكم. هاكت غادي نطيح نشوفو كي غيولي سيدي عبد الرحمن. شوف شوف تبارك الله والصلاة على النبي. عاش الملك عاش الملك. شوفوا سيدي عبد الرحمن كي غيولي. شوف شوفوا سيدي عبد الرحمن كي غيولي. شوف شوف ها فين كنت دابا ياك. شوف شو دابا حاليا. هذا راه يا قلت راسك ديالنا كي ديري لاباس برك عواشركم الله يخليه ليكم. شو ها فين؟ ها هو هو انا نزوم ليكم. هاو قال لي واحد السيد ولكن اخ خط عليا قال لي ما يخليكش البوليس. قلت ليه لا انا البوليس عزيزه عليهم عارفيني شاده افتقاري. واول يوتيوبر ما كتقلبش وجهها عندها عامين ونص في اليوتيوب ما كتقلب وجهها ما كتقول هضره خايبه ما مصاحبه مع حتى شي حد في اليوتيوب ما كنهضر مع حتى حد ما والو. وانا يا اللي سبحان الله العظيم حتى دوك اللي كيهزوا الفيديوهات ديالي. السلام عليكم احتراماتي. حتى دوك اللي كيهزوا الفيديوهات ديالي سبحان الله العظيم باش كيديروا بهم دوك اللقطات الزوينين ديال تيك توك ناس مزيانين. ومن هذا المنبر هذا كنشكر جمال انفا. شكرا لك جمال انفا راك تبدل قبيله في التعليق لانه دار رياكشن على الفيديو ديالي. وسمحوا لي شعري راه ماشي لخاطري ياك اختي. شعري راه ماشي لخاطري. شعري كيغني كونزا لي كبيده ديالي. سمعت اش بغيت نقول لكم؟ جيو فوجوا مع راسكم جيو. انا راه جايه ب 150 درهم. انا قلتها لكم درت 1000 ريال ديال ليسونس حبيبه الكبيده و100 درهم. عندك افرانك ديال مول الموتور ها هي مجدها لي الله يرحم ليه الوالدين. ها هي ونضحك ونلعب وما تخافوا لا من الشفاره لا حتى حاجه حيت كاين سد لهنايا البوليس. عاش البوليس عاش البوليس. ما كاينش اللي يدوي معاك. اما شحال هادي تهزي تليفونك بحال هكا ها ويلي واخا انا نبقى نجري معاه حفيانه. انا هاد البوليس اللي كاينين هنايا بغيتهم يزيدوا يعاونوا هادوك اللي في المدينه عندنا. الله يعاونك ابا الله يعاونك ابا الله يسلم لك. امين اخويا الله يحفظك. العقلية الحكومة ها تجبدتهم وما يبانوا ها ديالنا السور الجديد. ها الله عاشت الحكومة. السور الجديد هادو ديالنا الله يعاونهم. وشوفوا باش تعرفوا الصور الجديد خدام طالع حتى العين ديال يبقى تشوف فيا كيشوفوا الزين كيدوخو. شكرا شكرا الله يخليه ليك. صحابني زوين الله يطيرو. ايوا لا اله الا الله. ها انتوما شوفوا ها ودي ودي خديجة راه هو الكازر. جيو فوجوا على راسكم شويه. جيو فوجوا لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. جيو فوجوا على راسكم شويه. هيا ديروا لي لايك على هذا العذاب. راه بوليسي واقيلا غادي يجي يسلخني ومن حقه حيت حاط الموتور في بلاصه ماشي هي. ها نشوف ها الكازو. شوف براد 300 ريال ديال بافرا 240 ديال الكوب اللي ما كيمركش والاسرات العائلات المحترمين ب 20 درهم براد فيه طرو.
جي جلس خلق السعاده. انا راه ما عندهم ما تيعطيوني، انا ما بغيتش بنادم يبقى في الاكتئاب بعد دابا زيد الفلوس اللي خارجين منكم ديال الحولي، وفي الاخر تشوط الكافر بالله ما بقات لا تبان لا 100 لا 140 لا 160. يلا لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. يا اختي الزين والله صاحبي اسماعيل ياسين بقاو قابليني وضحكوا انتوما. ايوا لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله تبارك الله كلشي خالقها هنايا تبارك الله العائلات خالقينها وتا دوك صحاب اللي كيتباعوا صوتها هما خالقينها. ما تخافيش اختي ما تخافيش ضحكتي يبينك ربي في حيط ان شاء الله يبينك ربي في روضه. يلا وجي قول لي جيت تقابل معايا انا يلا يبان تا وجهك يقطع الخميره من الدار ما تعمرش قتيب يلا باش تعلم تجبدني قتيب ما تعمروش قال لي يبان يبينك ربي في اتحاد الشراكي يلا جبدني تحيه للعائلات المحتارمين هو اللي جبدني يلا جبدني هاد المره. وهنا كنختم معكم هذا الفلوق كنتمنى من الله سبحانه وتعالى سلام الحبيبه ديالي بانت شويه نهانيه بانت شويه سمعتوني. هنا كنختم معكم هذا الفلوق وكنقول لكم اللهم صل على الحبيب المصطفى والله يسهل عليكم وشكرا لكم بزاف ونشطوا معايا وديروا لي لي لايك اللهم تعالى يدير لكم اللي فيها الخير. انا راه بنت فقيره وبنت الشعب وعايشه من ديك القناه وكنقسم لكم فمي بالله بان هذا الشهر ما تخلصش ولا دخلتوا غتلقاو بان المشاهده طايحه ليا. باش طلعت لي عاوتاني المشاهده طلعت لي المشاهده ب دوك ديال الحواله حتى الشمس هي شاده مع الوعي مسكر كلشي شاد مع الوعي مسكر. طلعت لي المشاهده غير منين درت دوك الفيديوهات ديال الحواله. ولا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على الحبيب المصطفى اللهم صل على الحبيب المصطفى اللهم صل على الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. ديما واحد السيده كتقول لي انا عمي باش كتعجبيني كتذكري الله علاش اختي اللي ما نذكرش الله كنوض به كنعس به كنتحرك به. سلام الحبيبه لاباس كديري لاباس كنوض به كن اي حاجه ما نقدرش انا ننعس الا ما قريتش ايه الكرسي ايه الفاتحه وقل هو الله احد ولا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. وبسلام عليكم والله ينصركم وانا كنقولها لكم من بيت الله هاو سلام. اختي الزينه صحاب اسماعيل ياسين هي اليوم ما شديتش في عباد الله هاو جابو تا عندي سيدي ربي غنشد فيه وقد جابو تا لعندي يلا بسلامة عليكم وتحية لكم وتحية للناس كاملين. كيداير اخويا الله يحفظك الزي الله يحفظك غير هو شعري ملي غنمشي عرفتاش غندير لبوك عرفتاش غن خويا عمو السيد راجل سمح لي راك بنتي المهم راه شافك العالم كله ولا كثير وشي راه غيجيو يديوك الله يسترك الله يحفظك هذاك الله يحفظك لي اخويا الله يسترك الجل فيها ما كيسكتش وبسلامة عليكم.